طبعا كده يا شباب اللي ما تابعش فيكم الفيديوهات اللي فاتت، احنا نزلنا بقى الاخ الكبير لشركه فيفو اللي هو الفي 17. دلوقتي بقى جه ميعاد الفيفو الاس 1 اللي هو يعتبر الاخ الاصغر. الاخ الصغير ده ما بيجيش بقى يفرد عضلاته زي الفي 17 برو تماما. كل اللي بيعمله بيقول لك انا بركز على نقطتين، ديزاين كويس، كاميرا سيلفي، بس كده هو ده اللي بيركز عليه. وهي دي سلسله الاس عند فيفو. ربما مميزاته وعيوبه بالتفصيل مع بعض. انا محمد طيب، يلا بينا. يلا بينا. خلونا نبتدي مع تركيز شركة فيفو وهو الديزاين. لما نيجي نبص بقى على الديزاين هنا، فعلا ديزاين جميل قوي. في عندك كده سامبوكسات وحركات تحت الطبقة هنا البولي كاربونيت دي، ففعلا السامبوكسات دي محلية الديزاين بشكل مش طبيعي. مش بس كده، كمان ده انت عندك كمان التلات كاميرات دول موجودين جوه حلقه كده، يعتبر شبيهه شويه باللون الجولد او الذهب مع شعار شركه فيفو برضو بنفس اللون اللي هو الذهبي ده، فلا جاي بالطول. ففعلا يعني التصميم حكايه من الشركه دي. ولكن عندي ملحوظات سلبيه على التصميم. اول حاجه ان انت ما عندكش يعني يعتبر انحناءات في الظهر زي الاخ الكبير الفي 17 برو. لو ما شفتوش هتلاقيه في الاي هنا او هنا على حسب ما تطلع. الانحناءات بصراحة كانت مسهلة المسكة. هنا المسكة بتاعته يعتبر ان الكيرفات هنا كلها يعتبر دائرية، ولكن المسكة تعتبر حادة الى حد ما، فيعتبر مش مريح قوي في الايد. لكن لما تيجي تبص بقى من تحت هتلاقي عندك الماكرو يو اس بي، وهتلاقي عندك ال 3.5 ملم جاك اللي هي فتحة السماعات ما زالت موجودة، وهتلاقي عندك برضو السماعة على اليمين، فمش مسهل خالص ان انت تكتمها. حتى تدرجات الالوان بتاعته بيندرج كده ما بين لونين، يعني اللي معايا هنا بيندرج ما بين الاسود على الموف، فبيدي تدرجات الوان حلوه قوي. حتى الفريم برضو بيتكمل لتدرجات الالوان دي. كفايه بقى كلام على التصميم، وخلونا نتكلم على النقطه المعجزه. فعلا دي اصغر نوتش انا شفتها في الفئه المتوسطه على الاطلاق لحد دلوقتي، من يوم ما طلع النوتش والثوره بقى بتاعت عالم النوتش. نوتش عريض، نوتش نقطة، نوتش هول بانش، نوتش خرب، كل النوتشات دي كانت كبيرة، لكن النوتش اللي موجودة هنا في الـ S1 لا، يعتبر أصغر نوتش على الإطلاق تقريباً. أنا كل ما أبص الموبايل ده يعني أنا تقريباً مش شايف نوتش، أنا شايف خرم فيه كاميرا، ولكن على هيئة نوتش ومرفوع فوق عشان يحافظ بس على سيمترية الجهاز. حتى يعتبر الحافة السفلية اللي تحت تعتبر أصغر ما يكون في الفئة السعرية دي. انا شفت تليفونات اغلى منه وبحواف اعلى منه، فلا الشاشه هنا بصراحه من ناحيه الحواف صغيره قوي. اما بقى من ناحيه الدقه بتاعتها، فهي انها بتيجي سوبر اموليد بدقه 6.3 انش فول اتش دي بلس، فطبعا الدقه دي مع الشاشه السوبر اموليد لا مدياني كثافه الوان وكونتراست عاليه قوي، لدرجه ان انت تصحى تحت اشعه الشمس مظبوط جدا ومن اجمل السطوع اللي انا شفته. مش بس كده كمان، حتى مع مشاهدة الأفلام والفيديوهات لا فعلا الشاشة دي هتعجبك قوي. وكمان في عندك البصمة المدمجة تحت الشاشة، فدي طبعا بتفتح بشكل سريع، ولكن تعليقي دايما بيكون ان الانيميشن لازم الاول هو يشتغل وبعد كده انت تقدر تفتح البصمه، بس طالما الانيميشن اشتغل وانت حطيت ايدك البصمه تفتح معاك بشكل سريع. مبدئيا كده بقى زي ما قلنا في بدايه الفيديو ان الاس 1 مش جاي يفرد عضلاته. لو انت بقى عايز ارقام ومواصفات على ورق بقى وحاجات عاليه قوي تقدر تشوف برده الفيديو بتاع البي 17 برو. لكن الاس 1 جاي بيقول لك يا عم انا بهتم بحته الكاميرا السيلفي والتصميم الكويس. يعني لما تيجي تبص عليه من ناحيه الاداء هتلاقي معاه هيليو بي 65 12 نانومتر مع 6 جيجا رام مع 128 جيجا ذاكره داخليه، ولكن هنا بيدعم الكارت الميموري. التوليفه دي كلها على بعضها لما تيجي تبص عليها في الفئه السعريه اللي موجود فيها الجهاز، لا هو مش اعلى حاجه اطلاقا، يعني مش اعلى جهاز موجود في الفئه السعريه بتاعته. ولكن زي ما انا بقول في كل فيديو ان الارقام مش دايما هي اللي بتثبت الحقيقه فين. اللي بتثبت الحقيقه فين هي تجربه الاستخدام وتجربه المستخدم الحقيقيه. لما جيت بصيت هنا لقيت لا، ان تجربه الاستخدام فرقت مع حاجه ما رفقتش مع حاجه الثانيه. فرقت مع السوشيال ميديا والتطبيقات اليوميه اللي بستخدمها. انا كنت بفتح فيسبوك، انستجرام، يعني واتساب، الكلمات كلها الحاجات اللي انا اقدر استمد عليها بشكل مش طبيعي، ومع ذلك التليفون فعلا يعني حاجه كانت غريبه بالنسبه لي.
السوفت وير اللي هو الفان تاتش اللي احنا هنتكلم عنه في فيديو قريب قوي، فتاكد ان انت مشترك في القناه. لا كان كويس جدا لدرجه ان عمل اوبتمايزيشن مع الهيليو بي 65 مع انه مش الاعلى ارقاما خالص على ورق، ولكن فعلا كان اداؤه كويس قوي. على عكس بقى تماما في الالعاب، الالعاب كانت حلوه بتشتغل بشكل كويس جدا، ببجي كيل اوف ديوتي بيشتغلوا على الدقه المتوسطه حلو، لكن على الدقه العاليه انت هتلاقي سقوط في بعض الفريمات. واظن ان الراجل ما كدبش عليك، هو مش جاي ينافس في حته الاداء بنسبه كبيره، ولكن هيديك تليفون شكله حلو بكاميرا سيلفي كويسه مع اداء يعتبر الكويس من ناحيه السوشيال ميديا، ويعتبر اداء حلو مع الالعاب طول ما انت بتلعب على الدقه المتوسطه. وبطاريه الجهاز هنا 4500 ملي امبير مع شاحن ماكرو يو اس بي ولكن 18 واط. لما تيجي تبص على التوليفه دي كلها، لا البطاريه بتكمل معاك يوم ونص بشكل مستريح جدا، ولو استخدامك كمان بيوصل خفيف شويه لا ممكن تقعد معاك يومين ويومين ونص. من اول الفيديو عمال تكلمنا على كاميرا كاميرا كاميرا، ايه يا عم فين هي الكاميرا؟ بالراحه عليا، هو ده وقتها الكاميرا السيلفي. كاميرا السيلفي اللي انا عمال اتكلم عليها دي ما كانتش والله من فراغ، كانت اول ما فتحت العلبة وبدأت فعلا استخدم الكاميرا السيلفي دي انا قلت بس انا وقعت في حبها والله. الكاميرا السيلفي دي من غير افوره كاميرا جميلة جدا، بتطلع معاك دايناميك رينج حلوة قوي، والكونترست بتاعها مظبوط جدا، والسكين تون بتاعتها حلوة بشكل مش طبيعي. ففعلا الكاميرا السيلفي اللي موجودة هنا هي واحدة من افضل الكاميرات السيلفي. علشان اعرفك انت دلوقتي فضولك بيقتلك وعايز تعرف الارقام كام، هي 32 ميجا بكسل، لكن بعيدا عن لغة الارقام سوفت وير ومعالجته حلوة جدا. ففعلا الكاميرا السيلفي هنا فعلا فيفو صدقت فيها ان الكاميرا السيلفي جاية تنافس، كاميرا كويسة بديناميك رينج حلو وتفاصيل حلوة جدا وسكين تون يعتبر حلو. طب بالنسبة للكاميرا الخلفية جاية تنافس ولا جاية برضو تمر مرور الكرام؟ استنى بس عليا، الكاميرا السيلفي جاية برضو تنافس، طب والكاميرا الخلفية؟ ما هي برضو جاية تنافس، الكاميرات هنا حلوة، ولكن الكاميرا الخلفية الرئيسية هتديك صور حلوة قوي طول ما انت في اضاءة نهار، يعني لو انت بتصور في ضوء نهار او في اضاءة صناعية قوية هتديك صور حلوة بديناميك رينج كويس جدا وتفاصيل حلوة وشاربنس حلو جدا. لكن اول ما تبدأ تدخل بالليل بقى هتلاقي كمية نويز كبيرة شوية، وكمان هتلاقي التفاصيل بتبدأ تقل، فانت هنا محتاج توجه ايدك على مصدر اضاءة كويس حتى لو ضعيف، وتاخد وضعك في الصورة وتثبت شوية عشان تتم معالجة الصورة بشكل افضل. اما بالنسبة للعدسة الالترا وايد اللي جاية هنا تعتبر عدسة حلوة لكنها مش الاوسع اطلاقا، ولكن عدسة كويسة جدا وهتلملك تفاصيل اكتر في الصورة، ولكن برضو طول ما انت في اضاءة نهاري يعني بالليل برضو هتلاقي فيها كمية نويز. اما بالنسبة للبورتري مود او العزل هنا بقى، العزل هنا كويس قوي وهتقدر تعزل بيها الصورة بشكل كويس جدا. اوفر اول الكاميرات الخلفية حلوة جدا في الاس 1 طول ما انت في اضاءة كويسة، ولكن بالليل نسبة النويز بتبدأ تعلى شوية، ولكن الكاميرا السيلفي بصراحة كانت تحفة جدا في الاس 1. اما بالنسبة عن تجربة الشبكات، فتجربة الشبكات هنا كويسة قوي، ما كانش عندي عليها اي مشكلة، وزي ما قلت لكم في فيديو الفي 17 برو الشبكات فعلا في فيفو حلوة قوي، ويمكن تفوقت على كتير جدا من المنافسين معاها في نفس الفئة ويمكن فئات اعلى منها، فالشبكات هنا ما عنديش عليها اي مشكلة. برضو سماعات المكالمات هنا حلوة بشكل مش طبيعي لدرجة ان انت هتحتاج توطي الصوت قوي عشان اللي جنبك ما يسمعكش، فسماعات المكالمات والمايكات هنا كويسة قوي ما بيجيش معاها اي مشاكل اطلاقا. اما بالنسبة لحتة الجي بي اس هنا والملاحة هتختلف شوية، يعني الجي بي اس كان بيحدد موقعك بشكل حلو، ولكن كان في ديلي كده بشكل بسيط تقريبا ثانية او ثانيتين عقبال ما بيقدر يتحدد على موقعك بشكل كويس، فالجي بي اس هنا ما كانش يعتبر افضل حاجه. لكن انت مازال عندك جيروسكوب سنسور وماجنتيك فيلد سنسور عشان نظارات الواقع الافتراضي، وعندك برضو او تي جي تقدر تركب على فلاشات، كل اللي انت عايزه. اخيرا يا شباب وصلنا لنهايه الريفيو، هل فعلا الفيفو الاس 1 مستاهل فعلا ان انت تشتريه وهو في سعر 4400 جنيه؟ خلونا نحط السعر على جنب ونشوف الجهاز ده هيدينا ايه، وانتوا اللي هتحكموا هل فعلا نستاهل اللي احنا نشتريه ولا لا. الجهاز هيديك تصميم كويس جدا وتصميم عصري فعلا وشبابي، الجهاز هيديك كاميرات اماميه كويسه جدا وكاميرات خلفيه ممتازه طول ما انت بتصور في اضاءه حلوه، والاضاءه الليليه تعتبر الصور بتاعتها من مقبوله لمتوسطه.
الاداء بتاعه هيكون حلو من ناحيه التطبيقات السوشيال ميديا وعندك الالعاب طول ما انت بتلعب على دقه متوسطه مش قابلك عليها اي مشاكل خالص، اوفر اول الجهاز بطاريته حلوه، الجهاز هتكمل معاك اليوم، الجهاز كويس. ولكن اعتقد ان شركه فيفو من وجهه نظري محتاجه تقلل التسعير بتاعها شويه. اكتبوا لي بقى تحت رايكم في الكومنتات، هل فعلا الجهاز يستاهل السعر بتاعه دلوقتي ولا لا؟ بس كده يا شباب، ده كان كل حاجه عن فيفو الاس 1. اشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية جايه كتير جدا. ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان قريب قوي هينزل فيديو على الفان تاتش اللي هي واجهه فيفو. كان معكم محمد طيب، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم.